فير بلاي. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، نحكي مع لاعبيتنا خارج تونس. لاعب السابق للنادي الافريقي كذلك نجم المتلوي محمد علي سالم يخوض تجربة جديدة في بطولة أوروبية، وجه تعودنا في السنوات الأخيرة من لاعبيتنا يمشيوا للبطولات الخليجية، من لاعبي اختار أنه يبدأ من أوروبا. محمد علي سالم موجود معنا بالتليفون، ناخذ من عنده أكثر تفاصيل على تجربته الجديدة هذه في بطولة أوكرانيا. دالي أهلا بيك. أهلا بيك خويا سلام. صباح شنو الأمور؟ شنو أحوالك؟ الله يصبها. الحمد لله الحمد لله. شنو الطقس غادي؟ باردة غادي أوكرانيا؟ باردة ما توا سي بون، بدات تصبح الحقيقة معناها. أي باهي. معناها بدا الطقس ربيع شوية باهي. باهي. دالي، احكي لنا شوية على الفريق نتاعك اللي مشيتو جديد، بون اسمه صعيب شوية، ظهر لي أنهولت حاجة هكا اسمه. إنغوليت. إنغوليت تقرا. إيه إنغوليت في بتروفي في الجنوب بتاع أوكرانيا. كلوب جديد مازال كيتعمل، ما عندوش برشا، طلع للناسيونال السنه، قاعد تو نعمل في بريستاسيون باهيه، شنو باهيه، اكسبيريونس باهيه، اكسبيريونس جديده. كيفاش صار الكونتاكت دالي؟ كيفاش مشيت؟ كيفاش كلموك؟ والله الحقيقه هما زوز جونات يخدموا مع بعضهم، هما معناها فرد عائله، بكار وهيثم. زوز توانسه يعيشوا في فرنسا، كنت يعيشوا في باريس. كان صار كونتاكت اقترحوني على الكلوب هذايا. بعديك مشيت معاه اتفرج فيا لونترنور في طرح الكلوب في رادس، وتفرج فيا زاد طرح استاد في باردو. وبعديك التحقت بالجمعيه هذايا، معناها كان عندهم ستاج في ايطاليا في تركيا، زيد مشيت سير بلاز تفهمنا انا والجمعيه. زيد ما ننساوش زاد سليم بولاسنين معناها كان معايا تحية لي. أول اللي خدمت معاه ملي أنا صغير الحقيقة، فهمت؟ أي كنت بالتشاور معاه، وما كانش معناها ما كانش هكا اللي ما كان لاجيونيت اللي يقول لي يا معايا يا ليه، معناها كان عاطيني الضوء الأخضر كما نقولوا فيها، فهمت؟ هذيك مشيت رجلت الأمور، معناها رجلنا الأمور في تركيا، ومن بعديك روحت لتونس سويت وضعيتي مع فريق السابق، معناها نشكروا النجم الرياضي المتلوي. بعديك التحقت بالشامبيونا ديريكت، معناها مشيت فاز روتور، هما لعبوا ثلاثة ماتشوات، أنا خلصت بعديك في الماتش الرابع فاز روتور. لعبت ثلاثة ماتشوات أنت زادة فهالي. إي لعبت ملي خلصت لعبت ثلاثة توا، البارح بركة آخر ماتش. فهالي زوز ربح وتعادل ها؟ إي لا عملنا ربح و إي زوز ربح وتعادل. شنو متبع أكثر منك ولا شنو؟ باه عملت تيست دالي انت في تركيا هكا؟ اي من الاول شافني، هو شافني سير بلا، معناها شافني في التلفزه وحاب يزيد يشوفني سير بلا، تيست. ما قال لي راك كونفيرمي، ما حاب يزيد يشوفني قدامه الحقيقه سير بلا. فهمتك، انت نعرفوك تلعب في اللاكس وعلى اليمين، على اساس مشيت لغادي شنو؟ شنو البوست اللي حطوك فيه؟ كيف انا على باز من الاول اكسيا. وقال لي نسحق كارير دروا اللاعب، كارير جوش اللاعب، كما الاكثر هي اكسيال، معناها جابني اكسيال. قاعد تلعب في اللاكس توا؟ انا قاعد نلعب في اللاكس. باهي المتلاوي كيفاش نجم المتلاوي؟ كيفاش فهمت معاه؟ والله كالعادة كيما المعمول به في جمعيات، معناها فهمنا عندي طرح فلوس خليتهم، وما الحقيقة هي ماهيش معناها بالنسبة لي انا عادي. خاطر جمعية ذيك عرفتني بالعباد في الناسيونال، واحد ما يقلقنيش، فهمت؟ جمعية ابريتو هي كما جاش متلوي راني ما خرجتش، انا الجمعية عديت فيها 4 سنين وعباد عملوا معايا الباهي، خسرتو انا معناها كنت غادي عاملين معايا الباهي على الاخر. خليت الفلوس بتاع شوية عاملينها، والفلوس براتيكمون الكل بتاع السنة، وخرجت كيما معمول بيه. قديش حسب التقريب خليت؟ باهي مبلغ محترم. اما انا بالنسبة لي انا ماهيش مزية، خاطر جراس المتلاوي باش خرجت، خاطر سي با فاسيل راك تلعب في نيفو، معناها الحقيقة في تونس انا نلعب ما لعبتش في نيفو كبير، معناها في الأربعة الكبار، وتخرج ليغ يونانية في أوكرانيا سي با فاسيل، فيها شونس وفيها خدمة، عادي نورمال، مبلغ محترم. باهي كيفاش لقيت النيفو دالي من بطولة تونس لبطولة أوكرانيا؟ الحقيقة نيفو باهي الحقيقة، أقوى من نيفو بتاعنا، صحيح نحن عندنا ممكن ثلاثة أربعة توا زوز جمعيات قويين، سينو لنا نيفو اخر. هو غادي زاد كيف اللي عندهم شختار دينامو كييف وزوريا اللي هكا هذوما القويين. ايوا الباقي الكل فرد نيفو، الاخرين لان الهوني الباقي الكل فرد نيفو، اما الحقيقه خير من كورتنا الحقيقه. نتصور كيرانيت زاد كيف خير برشا غادي.
ليت يعني لنا موفرين كل شيء الحقيقة يعني حتى جمعية صغيرة تلقى عندها ثلاثة أربعة ثلاثة هم في المهورة. بطولتك راني عليها العينين ده ليه نجم نشوفك في تجربة مخير إن شاء الله. والله إن شاء الله بالنسبة لي أنا معنا مزلت أوكي حتى سيقي لنا مرتاح وكنا هذا ديما واحد يسمح مخير فهمت. أما مزلت أوه من نجم إلا من ننجح لنا صوف وصوف قد صحاح الحقيقة حتى العبيد بدي تحكي عليها شوية كدي فار بيهي محترم من هوني فهمت. قد من عام صحاح عامين ونص عامين ونص. بيت عودنا من لعبيتنا يمشي للخليج ده ليه علاش انت اخترت اثنية هذي رغم اللي نتصور حتى فلوس اقل لا فلوس اقل بيان سيه اقل من الخليج انا من انا صغير عندك طموحات نحب نلعب في نيفو باهي و وتيرانات باهين وانتري المو خاصة كاليتي بتاع الانتري المو قوية لنا ومغروم معناها بالاوروب واحد كي جاتني الفرصة حبيت ان نطنطي الماكسيموم فهمت. نستناك في تجربة مخير انا عندي امل نشوفك في مخير ان شاء الله. طموحاتك شنو هي؟ نعرف انت كنت دولي في المنتخبات الشبان مع حتى لعبت كاس العالم منتخب الصغر شنو هي طموحاتك؟ المنتخب موجود في اهتماماتك؟ بيان سور اي بيان سور اخي واحد ما يخدم باش نعدي ماتشات باهي باش نمشي باليي خير فهمتي كيف ناسيونال ان شاء الله علاش ليه ديما توا الحاجه اللي حاطها في مخي يعطيني انا ننجح ساعة لهنا باش نجم نمشي كيف ناسيونال ما ننجحش ما نمشيش بيان سور فهمت. الاوبجيكتيف الاولاني اللي لنا معناها انا نعمل روتور باهي فهمت نعمل روتور باهي باهي باش بعديك اوتوماتيك ما واحد علاش ليه ان شاء الله يلقى روحه في المنتخب. واضح يعطيك الصحة شكرا لك محمد علي سالم اللاعب السابق النجم المتلاوي كيف كيف اللاعب السابق للنادي الافريقي ايضا بالتوفيق ان شاء الله ليك في تجربتك الجديدة في بطولة اوكرانيا. فاصلتهم مكملين في البلاي حتى لما تفهموا.